حلل يدويري احد اعضاء كتائب القسام بعد ما قصف او ضرب اطلق قذيفه على هدف معين، قال الحمد لله في وسطهم حلل يدويري. حلل يدويري قلناها امبارح واحتفى بيها حتى اللي هو فايز الدويري، قال نعم ساحلل، ولكن الكلمه اصبحت ترند واصبحت يعني ترند رقم 3 على مستوى العالم، على مستوى الدنيا حلل يدويري كان امبارح الترند، كان الكريسماس وأونلي أون إكس ترند على العالم رقم 1، كان كريسماس عشان أعياد الكريسماس، 2 زي ما حضراتكم شايفين كان حلل يدويري. حلل يدويري كتب فيه عشرات الآلاف، لا مئات الآلاف كتبوا فيه حلل يدويري. مش بس كده، ده كان ترند على دول كبيرة، هو رقم 1 على دول كبيرة زي مصر والجزائر. ترند رقم 1 في مصر امبارح لحد النهارده الصبح كان حلل يدويري، ترند رقم 1 في الجزائر برضو كان حلل يدويري. على مستوى العالم اصبح الدويري امبارح ترند في العالم. وخلينا نشوف بعض التعليقات، يعني قليل من التعليقات اللي كانت موجوده امبارح على تويتر بتتكلم عن الدويري، منها الزميله الصحفيه شيرين عرفه بتقول تخيل تكون قاعد بتتابع المباراة للفريق الذي تشجعه وفجأة يوجه كابتن الفريق نظرة لعدسة الكاميرا وينادي عليك باسمك حلل يدويري، يا بختك يدويري. دي مساهمة أو تعليق شيرين عرفة. عندنا تعليق تاني في نفس السياق كتبه بشار التميمي، بيقول من المعروف عن رتبة مارشال تعطى في ميدان المعركة للضابط المنتصر، ولكن في العالم العربي كل دولة فيها عشرات المارشالات بدون أي معركة حتى ولو طوشة، وطوشة باللهجة الشامية يعني خناقة يعني بالمصري، ولكن الدويري هو الضابط الوحيد الذي أعطي وسام من ميدان معركة غزة، من ميدان معركة غزة. ده رأي بشار التميمي في الوسام اللي اعطي، او انه شايف ان ده وسام اعطي للفريق او اللواء فايز التميمي بالفعل.